تخيلوا هناك غزو آخر، غزو غزو فضائي غير الطلاب، غير الطلاب، غير الطلاب. بقول لك غزو ثاني. غزو أنا ما توقع الطلاب. إيش نوع الغزو؟ لا غير الطلاب. إيش تتوقع؟ غزو في المدارس. إيش هو؟ انتشر فيديو مؤخرا. إيه. أنا وأخوة. نوع من أنواع الحشرات. يعني سهلتها أكثر من كده خلاص. حشرات. شوفي يا جراد يا نمل. يا يعني الاشياء هذه وش في صراصير؟ صراصير. والله اشكرك والله. تخيل يعني اهو تفضلي. هذه في مدارس. هذا غزو جراد ولا في اول يوم مدرسه؟ جو الطلاب هذه حاله استنفار للصراصير. هذا دليل ان اجازتك الطويله. بهذه الطريقه هذا شيء مو طبيعي ابدا. احتمال يكون في منطقه جنبه قاعده تبنى. طبعا هنا اللي احنا قاعدين نشوفه هذا اول يوم مدرسه، مره تفجع الصراصير بصراحه. لأول يوم مدرسة للطلاب أول ما حضروا كانوا لقوا هذا المنظر بصراحة ومخيف لمدرسة في محافظة أخليس، محافظة أخليس بمحافظات منطقة مكة المكرمة. والله شوفي هذا صار أنتم مستوعبين الكمية الصراصير الموجودة؟ هذا حسينه في وكر كامل. أوكي أنا أبغى أرد معلش. تفضلي. لأنه أنا قلبي من الحامض لاوي. طيب مدرسة زي كذا قبل ما تفتح عشان الطلاب يداوموا تنظف الصيانة فينكم؟ لا شوفي أغلب المدارس اللي يعني قبل بيوم يومين. وين؟ شوفي هذه المحافظات أنت تحكين عن محافظات. خليني أحكي لك، خليني أحكي لك. وزارة التعليم ما قصرت، الله يجزاهم خير. الصيانة المفروض، ما هذا اللي جالسة أحكي لك، ما أنا جالسة أبدأ لك خطوة خطوة، إحنا بنمشي معاهم يعني بنعطيهم عذر خطوة خطوة. يعني وزارة التعليم ما قصرت، سوت لهم صيانة، صيانة دورية، إنه المفروض في تنظيف متعارف عليه قبل بداية الترم وعندك بعد أي إجازة. إي وعندك ناس تشتغل بهالشغلة هذه، وفي ناس تجي ترش. وينهم؟ مو عشانها محافظة، طبعا هي خلاص محافظة تابعة مكة المكرمة، دائما نشوف الإهمال بالمحافظات. ليش؟ طيب من جد سؤال دائما يتكرر. أنا يمكن جالسة أقول لأنه مش عشان شيء، بس إحنا لما نتكلم على يا جماعة أوكي أنت قلت إنها محافظة وكذا، بس احتمال زي ما قلت لك أنا قبل أطلع هواء، احتمال يكون من المنطقة حولها. يعني أنا مثلا وأنا جالسة في الرياض، في الرياض ها مش محافظة، في الرياض، وجنبي كان في بيت بينبنى جديد جنب بيتي، فطلعت علي فيران، فشيء طبيعي. إي لأنه بيت مبني جديد، يعني ما تقارنين مدرسة مبنية يعني ما هو أنا قصدي إنه في شيء تاني جنبه. عرفتي؟ ممكن يكون هو اللي خرج هذا الشيء. شوفي إحنا فجأة ممكن يكون إحنا من التمثيل لأخينا. اسمعي إحنا من التمثيل لأخينا العذر لين ما يطلع إن شاء الله شيء يوضح لنا. أنا بس على هذا الموضوع واضح إنه هو أبدا شيء ما هو طبيعي، حتى لو كان عن إهمال ما في كل المدارس مقفلة. لكن أبغى أعلق على الصورة هذه عشان أنا لا أكون كمان يعني شديدة على المدرسة ولا المحافظة ولا اللي هي. اليوم أنا وصلتني كمان صورة على الواتساب في حرم مكة، نفس الشيء كان في نوع من وريتك الصور قبل أيوة شوي. أيوة صحيح. فأتوقع أنه في شيء ساير مع هذه الكائنات. مش أنه إهمال، غزو فضائي. فكرة ما نحكي أنه غزو فضائي. غزو فضائي. الله لنا وين غزو فضائي يا عبير؟ بس إن شاء الله ما تكون صار في صرصار عنده 5 رجول، في رجل طلع من راسه. لا هذا عينه. قرون هذا عينه. أنت مدققة. أنا شوفي أنا أيوة أنا من نوع الناس ترى اللي يعني عبير في نوع من أنواع الصراصير تطير. يعني هذه تسوي لك جو. عرفتي وانت جالسه تستحي. بس ان شاء الله تكون هالصراصير موجوده بالمدرسه هذه عشان مسويه للاطفال جو. طيب وايش انتم ايش رايكم اذا انتم كنتوا مكان هؤلاء الطلاب اول يوم في المدرسه جيتوا كذا بكل واحدة على حدة؟ شوفي اول يوم انا اتوقع كل الطلاب صار في اكشن، صار في اكشن في المدرسه. رده الفعل والله انا ابدا ممكن اسحبها اول يوم وتشوفي صراصير في شيء مو طبيعي. انا اسحبها اسبوع غياب يعني ادي عذر انه انا ما اقدر ادام المدرسه تحتاج صيانه. يا سلام. أنا ألف وأرجع على طول.